السلام عليكم، حياكم الله مقطع ثاني. نفس انسي معكم ورجع لكم في ديابلو 4. كما نبدأ حبكم جهة جديد، كانت منزل الاشتراك وتمشوا القناة وقع التواصل الاجتماعي، كون شاكر لكم. حاب بس اقول اللي حابين يقابلوا ناس عرب في ديابلو، طبعا زي ما تعرفين ديابلو كروس بلاي، فيعني ما يهم اذا انت تلعب على البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس ولا البي سي، راح تقدر تلعب مع بعض. فعندنا ديسكورد، الرابط موجود ديسكريبشن، وايضا عندنا كلان. اللي حاب ينضم الكلان بس ارسل في الديسكورد في خانه الكلان الباتل تاج تبعه، وان شاء الله راح نضيفه. على العموم، في مقطعنا اليوم راح ان شاء الله نتكلم عن كيفيه تطوير الدروع وكيفيه الاسبكت او شرح عن الاسبكت. راح نركز على تطوير الدروع لانه شيء مهم جدا. طبعا تطوير الدروع جدا سهل. حاليا احنا في يا ساتر دائما انسى اسم القريه هذه، كيوفاشاد، المدينه الاساسيه كيوفاشاد. المدينه هذه فيها كل حاجه تحتاجها، حتى الان نشوف فيها كل حاجه. على العموم، تاكد كيف طريقه تطوير الدروع. طبعا ايش تحتاج؟ تحتاج موارد وتحتاج فلوس. الموارد كيف اجيب الموارد؟ الموارد تجيك من تجميعك للحجارة، ايرون اور تلقاه كذا مرمي في العالم، من الهايد، احيانا تذبح حوش يطلعون لك هايد، لكن اوفر لك هي لما تسوي سالفج للدروع اللي ما تبغاه. اي درع ما تبغاه تسوي له سالفج. واحيانا تحتاج الكاش او الجولد، فراح تضطر انك تبيع وتسالفج، تبيع وتسالفج. طيب، فلنفترض انه عندك موارد، كيف راح اطور؟ طيب، نجي عند البلاك سميث. هذا البلاك سميث، شوف هذه علامته في الماب زي المطرقه والانفل اللي هي الاله حق الحداد هذه. فنجي هنا للحداد. طبعا السالفج هو في اول ايقونه له. هنا لما نجي نقدر نسالفج اي قطعه نبغاها. لو تلاحظ في بعض القطع عليها علامه البكاس، ايش يعني؟ هذه يعني لما تسلفجها ترى راح يجيك شكل جديد. طبعا تقدر تغير شكل اللاعب حقه ودروع نفسها، بس تغير شكلها، بس لازم تكسر درع عشان تكسب الشكل هذا. فأي درع جديد تكسره راح ايش يفتح لك، يقول لك visit the wardrobe to view it، يقول لك في ترى سكين جديد فتح، روح الواردروب اللي هو الصندوق حقه عشان تلقى السكين هذا. فما علينا. لو تلاحظ ايضا برضو يقول لك ايش الموارد اللي تطلعها لما تسوي سالفج. شوف تحت على اليسار سالفج ماتيريال، شوف اكسر الازرق هذا بيعطيني هايد، اكسر الاصفر هذا يعطيني العملات الحلوه هذه، اكسر الاصفر ثاني. فيب كلما زادت القوه حق الايتم، انا معي فلوس كثيره فراح اكسر كل الاشياء الصفراء والخضراء، او راح اخلي على الليجندري. ليش اخلي على الليجندري؟ لاني راح اشرح عليها حاجه مهمه جدا. طيب، كسرنا الأشياء هذه. طيب أنا عندي حالياً قطعة حصلتها جديدة اللي هي السلاح هذا، أبغى أطوره. لو تلاحظ السلاح هذا مطور ماكس، هذا مطور 3 من 4، هذا مطور 3 من 4، 3 من 4، فأبغى أطور هذا. أوكي، أرجع عند الحداد. طبعاً يفترض أن عندي موارد، أروح إلى الخانة هذه. هذه الخانة، معلش، أوبجريد آيتم. خلاص أنا أختار الآيتم اللي أبغاها، ويقول لك ترى راح يكلفك 14 قطعة من هذه و 3400 علشان نجمة واحدة. اضغط عليها، ايوه اوكي، نجمتين يكلف الموارد هذه. اضغط عليها، 3 نجمات يكلف لك الموارد هذه. اوكي، رحنا 4 نجمات يكلفك الموارد هذه، الروح 5 نجمات راح يكلف لي موارد لسه انا مطفر فيها، ف احتاج اجمع شوية موارد. هذه بالنسبة لتطوير الدروع والاسلحة، اتوقع جدا بسيط، يعني كله بس تسوي سالفج وتأكد ان معك فلوس، وتجي هنا تختار القطعة اللي تبغاها وتسلفجها. بالنسبة للجواهر اللي هي القلادات والخواتم، لازم تروح عند ام بي سي ثاني. طيب، نجي عند الام بي سي هذه، موجودة وعلامتها زي الجوهرة. فهنا تقدر تكرفت جواهر، بس معنا المكرافتنج اليوم اللي راح نركز عليه هو ايش؟ اوبجريد ايتم. فمثلا هذه القطعة موجودة عندي، اقدر اسوي لها اوبجريد، اضغط عليها اي، وايش نفس الكلام، تسوي ابجريد. ما ابغى اسوي لها ابجريد حاليا اني ما احتاجها، بس علشان تشوفون الفكره. فنفس الفكره، اللهم انه الدروع والاسلحه لها ام بي سي والجواهر لها ام بي سي. طيب، هذا كان كل حاجه اليوم. اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا. حبيت استعرض لكم تطوير الاسلحه والجواهر بشكل خاص، يعني ان شاء الله في المقطع الجاي راح نشرح الاسبكت
الأسباك جدا جدا مهمة صراحة، هي اللي تحدد قوة شخصيتك على الأسباك أنت تسوي بلدك. على العموم فيحتاج له مقطع ثاني عشان نشرح فيه بالتفصيل. هذا كل حاجة اليوم، أتمنى قلنا الجملة هذه وسنعيدها. أتمنى أنكم استفدتوا صراحة، وإن شاء الله نشوفكم في المقاطع الجاية. السلام عليكم.